قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أكبر اقتصادين في العالم يجب أن يكونا شريكين وليس خصمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يزال هناك عدد من المشاكل التي ينبغي حلها في إطار علاقتهما. وناقش بلينكن مع المسؤولين الصينيين نقاط خلاف عدة بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بروسيا وتايوان والتجارة. سعيا لخفض حدة التوترات بين واشنطن وبكين، تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثانية له إلى الصين في أقل من عام. بلينكن أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين الصينيين، في مقدمتهم الرئيس الصيني الذي أكد بأن العلاقات مع واشنطن يجب أن تقوم على الشراكة وليس التنافس. يجب أن يكون البلدان شريكين وليس متنافسين، ويحققان إنجازات متبادلة ولا يؤذي كل منهما الآخر، ويجب على البلدين البحث عن أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات بدلا من المنافسة الشرسة، ويجب على الجانبين الحفاظ على كلمتهما بدلا من قول شيء وفعل شيء آخر. وزير الخارجية الأمريكي ناقش مع الجانب الصيني الإجراءات التي اتخذتها بكين في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك ضد عمليات الصيانة الروتينية الفلبينية والعمليات البحرية بالقرب من سكند توماس شول. بلينكن أعرب أيضا عن قلق بلاده البالغ بشأن توفير الصين المكونات التي تحرك حرب روسيا ضد أوكرانيا، وهي إحدى القضايا العديدة التي تهدد بإفساد التحسن الأخير في العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. لقد كررت الإعراب عن قلقنا البالغ بشأن توفير جمهورية الصين الشعبية للمكونات التي تحرك حرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا. الصين هي المورد الرئيسي للأدوات الآلية والإلكترونية الدقيقة، وهو أمر بالغ الأهمية لصنع الذخائر ووقود الصواريخ وغيرها من المواد ذات الاستخدام المزدوج التي تستخدمها موسكو لتعزيز قاعدتها الصناعية الدفاعية، القاعدة التي تنتج الصواريخ والطائرات بدون طيار والدبابات وغيرها من الأسلحة التي يستخدمها الرئيس بوتين لغزو دولة ذات سيادة ولتدمير شبكة الكهرباء وغيرها من البنية التحتية المدنية ولقتل الأطفال والنساء والرجال الأبرياء. خلال الأشهر القليلة الماضية أحرز كلا الجانبين بعض التقدم، لكن لا تزال هنالك العديد من القضايا العالقة التي تحتاج إلى حل وإلى بذل المزيد من الجهود.